تامر حسني حياته فيها شخصيات كتير كلها أثرت فيه وتأثر بيهم، منهم اللي وقف جنبه ومنهم اللي كان عاوز يهده ويكسره ويقف ضد نجاحه. مشوار حياة تامر حسني مليان بالتفاصيل، من أول أهله اللي دعموه ومحاوطينه وواقفين في ظهره أيا كانت الظروف، وجزء تاني اللي ما كانش موجود أصلا وكان بيدور عليه طول الوقت ومش لاقيه. والدة تامر حسني وأخوه دول أهم اتنين في حياته الشخصية، طلع الدنيا ملقاش غيرهم وعمرهم ما خذلوه من وهو طفل صغير، بالعكس دعمهم ليه كان موجود طول الوقت، حتى لما كبر وبقى نجم كبير برضه محدش فيهم سابه، وأخوه فضل شغال معاه وفي ظهره طول الوقت. وكمان والدته لسه لحد دلوقتي، ورغم انه بقاله سنين كتير بيغني، الا انها بتحضر معاه حفلات وبتكون في ظهره وبتنصحه يعمل ايه ويبعد عن ايه وهو بيسمع كلامها. اما بقى باقي الشخصيات النسائية في حياة تامر، ففي منهم اللي كان تأثيره ايجابي وكتير كان تأثيره سلبي عليه، وكان السبب في انه يطلع عليه كلام مش ولا بد كتير جدا، زي مثلا جليلة المغربية اللي قالت عليه كلام ياما، وقالت انهم كانوا بيحبوا بعض وان بسمة بوصيل اللي اتجوزته وخلفت منه اخدته منها. ومش بس كده، دي قالت كمان انه قبل جوازه من بسمة بكام ساعة كان معها هي، وانهم فضلوا يحبوا بعض 11 سنة بحالهم بس ما اتجوزوش. ولما سمعت بس اشاعة ان تامر انفصل عن بسمة بوصيل نزلت ورقصت في الشارع، وكانت بتزغرت في لايف فتحته على حسابها على انستجرام من كتر الفرحة اللي كانت فيها. بس كمان بسمة مراته وام ولاده اثرت فيه بشكل كبير جدا، ما هي الست اللي حبها واختارها واتجوزها وعاشوا مع بعض سنين رغم خلافات وصلت بينهم قبل الانفصال للسوشيال ميديا، وكان فيها تلقيح ومروحهم جاي، ومديرة أعماله اللي بسمة ما كانتش بتقبلها واللي شافت إنها السبب في انفصالهم عن بعض دخل الطرف في القصة هي كمان. بس علاقة تامر وبسمة رغم كل حاجة قادرة تحافظ على شكلها، إلا أحيانا الناس كتير بتستغربوا جدا لأنهم انفصلوا بعد مشاكل الناس كلها عارفاها، واللي كانت بسبب وجود ستات وعلاقات نسائية حواليها شبهات طول الوقت. الراجل حليوة وناجح ويستاهل برضو، بس هما دلوقتي واقفين جنب بعض وبيدعموا بعض جدا، وهو بيساعدها تاخد خطوات ما كانتش بتاخدها وهما متجوزين، وبينتج ويلحن ليها كمان الاغاني بتاعتها وهي بتشكر فيه، وكان في كلام على انهم هيرجعوا لبعض تاني. ورغم ان تامر عنده بنتين وولد، لكن بنته تاليا هي اللي بتظهر معاه بشكل اكبر وهي اللي مأثرة فيه ومتأثر بيها، يعني هتلاقيها معاه في الحفلات بتاعته وممكن تعمل له اكل وهو عايش علشان ينبهر بيها وباللي بتعمله معاه ومرتبط بيها جدا. ما هي الكبيرة بقى. تامر رغم انه كمان بيحاول يبعد نفسه الفترة الأخيرة عن أي مشاكل وإن اسمه ما يجيش في أي حاجة، لكن خناقة على السوشيال ميديا بين مراته السابقة بسمة بوصيل ومي حلمي جابت اسمه في الرجلين، وده بعد ما بسمة سمعت الأغاني بتاعتها لعمرو دياب في الساحل الشمالي. ومي حلمي قالت إن بسمة عملت كده وسربت أخبار للصحافة إن عمرو دياب بيغزلها علشان تغيظ تامر وتخليه يرجع ليها تاني، وإنها متغاظة من هنا الزاهد اللي بتمثل مع تامر دلوقتي، ومستنيين فيلمهم ينزل السينما الفترة اللي جاية. وتامر طبعا ما ردش على الكلام ده خالص، وبالذات انه مركز في شغله على الاخر وعايز كمان يثبت نفسه من جديد مع هنا الزاهد بعد ما كانت مش بتشتغل معاه بسبب جوزها السابق احمد فهمي اللي كان منعها من الشغل مع تامر. ومش بس كده، ده كان بيطلع يتريق عليه وعلى ايرادات الافلام بتاعته قدام الناس والكاميرات ومش بيفرق معاه. بس هنا اول ما انفصلت وتامر عرض عليها الفيلم رجعت بسرعه تشتغل معاه وتعوض اللي فاتها، خاصه انهم بينجحوا جدا مع بعض والناس بتحب شغلهم.